احنا محتاجين برضو الناس اللي بتشوفنا واحنا في موسم يعني تعليمي بامتياز، نهاية الثانوية العامة، بداية التنسيق، التفكير في الكليات والتخصصات، محتاجين نعرف جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فيها ايه، بتقدم ايه، ايه نوعية الكليات اللي فيها؟ مهم قوي الحقيقة ان احنا نعرف يعني الدولة اتجاهها فين، لان احنا عندنا يمكن 600-700 الف خريج من الجامعات الاكاديمية. كم منهم بيتخرج وكم في المية منهم بيشتغل؟ ليه؟ لان سوق العمل ما بقاش محتاج هذه التخصصات. فكانت اتجاه الدولة ان احنا نعمل تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. فعلى سبيل المثال مثلا احنا عندنا في جامعة القاهرة الجديدة 6 تخصصات، اولهم البترول، انتاج والتكنولوجيا انتاج البترول، ثانيهم الاطراف الصناعية، ثالثهم الميكا تكنولوجيا الميكاترونكس، وبعدين تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم تكنولوجيا الاوتوترونكس او السيارات الكهربائية. فدي اتجاه يعني تخصصات سوق العمل محتاجها جدا جدا، مش محتاجها كمهندس لان السوق تشبع جدا بالمهندس، ولا محتاجها كفني، محتاجها حاليا في الفجوة اللي بين المهندس وبين الفني اللي هو خريج الجامعات التكنولوجية اللي احنا بنسميه تكنولوجي. فالتكنولوجي ده هو اللي عنده عقل المهندس وإيد الفني في نفس الوقت. فبالتالي قدرت أنا بالجامعات التكنولوجية دي أربط المهندس بالتكنولوجي الفني في بيئة عمل واحدة، وده مش اختراع، ده الدول العالم الصناعية كلها شغالة على كده دلوقتي.